السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في روزلاند. النهاردة إن شاء الله يا جماعة معايا عرض جامد جدا على الساعات. هوري لحضراتكم ساعة ساعة عشان لو حد محتاج أي ساعة من الساعات دي يجي يستلمها من روزلاند بالأسعار اللي هتتقال في الفيديو. تمام، معايا أول حاجة في العرض بتاع النهاردة الساعة الجامدة أوي دي. الساعة دي سعرها كام يا جماعة؟ 65 جنيه. سعر الساعة دي 65 جنيه، موجود منها اللون اللي هو الذهبي وموجود منها الفضي، 65. كل ده كده من اول الساعة دي، ادي 1 2 3 4 5 6 7 7 ساعات، هم اي واحدة فيهم سعرها 65 جنيه. طيب معايا ايه تاني؟ معايا الحاجات الذهبيات دي. الذهبيات دي بكام؟ الذهبيات دي يا جماعة 45 جنيه سعر الساعة. سعر الساعة في الحاجات الذهبي دي 45 جنيه. اختار الشكل يعجبك، تعالى روزلاند محل 8 في حارة السوق، محل روزلاند زي ما حضرتك شايفين. اي حاجه من الحاجات دي 45. انا كاتب الاسعار كل ساعه عليها سعرها زي ما حضرتك شايفين كده. لو وصلت معايا لحد هنا اتمنى انك انت تصلي على النبي، اللهم صل وسلم وزيد وبارك عليك يا رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. يبقى معانا كل ده كده 45 جنيه زي ما حضرتك شايفين، 45 45 45. كل ده كده معايا 45 جنيه. طب الجلد دي بكام؟ الجلد دي يا جماعه زي ما حضرتك شايفين برده 45. طب دي 45 جنيه 45 جنيه. يا تلحق يا ما تلحقش بقى انت ونصيبك. 45 جنيه متاح دلوقتي زي ما حضرتك شايفين. العنوان محل 8 في حاره السوق، محل روزلاند، برده دي ب 45 جنيه. في برده الجلد دي او دي ب 45 جنيه، اسعار مش هتلاقيها عند اي حد. في برضو دي 25 جنيه، معايا دي 25، دي 25، دي 25. اي حاجه في الحاجات دي كده 25 جنيه، معروضه في الباترينا بالاسعار. يعني ما تقولش مثلا ده انا هروح هناك وانت هتقول بكذا، لا، في الباترينا يا جماعه زي ما حضرتك شايفين اهوت شغل موجود في الباترينا اهو بالاسعار 25 جنيه. الحاجات دي كده ساعات اللي هي التاتش دي ب 25 جنيه. طيب معايا ايه تاني؟ معايا الساعات دي، دي جلد بس حاجه نظيفه شويه، سعرها 65 جنيه. شايف شكل الساعه عامله ازاي؟ 65 جنيه 65 جنيه 65 جنيه. دول بقى كده الجلد بتاعهم رابر، مش البلاستيك الناشف اللي هو ممكن يقطم او كده، لا ده رابر عامل زي السيليكون كده، سعرها 65 جنيه. موجود الاربع الوان اللي هي الابيض والازرق والاخضر والاحمر، سعرها كام الساعه دي؟ 65 جنيه. ساعه جميله جدا تمشي على اي لبس، 65. دي برده ب 65 يا جماعه الجلد دي. في برده دي تمشي رجالي وبنات، الرجالي للناس اللي هي بتحب الساعه الصغيره في ايديهم، دي ب 65 جنيه ساعه محترمه جدا. في بقى الساعات اللي هي السبورت ووتش دي. السبورت دي فيها ساعة سرعة، فيها الساعة العادية، فيها أيام الأسبوع، فيها إضاءة ممكن تقلب الإضاءة بتاعتها، ساعة محترمة جدا. دي سعرها 75 جنيه. أي حاجة من دول كده 75 جنيه. طيب نيجي على الحاجات اللي هي سوسة التاتش بقى، دولت الناس كلها بتحبها. دي موجود منها الأسود والذهبي والفضي والأزرق والبمبة والأخضر. طيب الساعات دي بكام يا جماعة؟ سعرها معايا 45 جنيه. 45 جنيه زي ما حضراتكم شايفين كده في روزلاند 45. طيب موجود ايه دي كمان؟ دي الساعة اللي هي المغناطيس، في منها العقارب وفي منها التاتش. طب سعرها كام؟ 45 جنيه. في الساعة بقى الام في دي، دي ساعة تاتش من ام في، ساعة محترمة جدا، ساعة ممتازة. دي سعرها معايا 75 جنيه، جلد جلدها برضو نضيف، ساعة محترمة. في الساعات دي 65 جنيه. الحاجات الذهبيات دي، دي في تمشي رجالي وبنات، شباب وبناتي، سعرها معايا 65 جنيه، ساعة كويسة جدا زي ما حضرتك شايفين كده 65 جنيه. طيب معايا دي بكام؟ معايا المعدن دي، دي سعرها 45 جنيه. 45 جنيه. في الساعة دي برضو 45 جنيه، دي اسمها ساعة اسورة. في معايا الشكل البنات الحلوة قوي دي، سعرها 65 زي ما حضرتك شايفين. الساعات قدامكم يا جماعة اهيت، خدوا سكرينات وتعالوا استلموها من المحل. بس كده يا جماعة، اشوفكم في فيديو جديد، اتمنى الفيديو البسيط ده كان عجبكم. ولو انت عايز على اي حاجة عليها عرض في المحل ياريت تكتب لي في كومنت انت عايز عرض على ايه، وان شاء الله هنعمله. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.